إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. بمناسبة عيد الأضحى المبارك اللي هيحل علينا بعد ساعات، العيد اللي بيتميز بشعيرة مهمة جدا، شعيرة ذبح الأضحية اللي بتفكرنا بعبرة قصة الفداء، فداء سيدنا إسماعيل بذبح عظيم زي ما قال القرآن، وأصبحت بعد كده سنة مؤكدة نتقرب بيها إلى الله كل عام في يوم عيد الأضحى. وروي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين. النهاردة هنتكلم في لحظات قليلة عن لحوم الخراف، اللحم الضاني اللي عليه كلام كتير جدا، منه الصح ومنه الغلط. اللحم الضاني الحقيقة العلمية بتقول إنه أجود أنواع اللحوم، وليه فوائد عديدة، لأنه أولا مصدر جيد جدا للبروتين ونسبة الحديد فيه عالية. أما موضوع إن اللحم الضاني عالي الدسم أو إن كمية الدهون فيه عالية، دي معلومة خاطئة، لأنه فعليا يعتبر أقل أنواع اللحوم احتواء على الدهون المشبعة الضارة. ومش كده وبس، اللحم الضاني بيحتوي على الدهون الغير مشبعة والأوميجا 3، ودي دهون غير ضارة مفيدة للجسم، خاصة لو كان الغنم ده متربي في مزارع طبيعية زي البيئة الريفية العادية بتاعتنا. اللحم الضاني من مميزاته أيضا إنه غني بفيتامين B12 وB1 و2 و3 والزنك، وفي مادة اسمها السيلينيوم، ودي مضادة للأكسدة، يعني بتدي نشاط وحيوية للجسم كله وبتقلل من ظهور أعراض الشيخوخة. شوربة اللحم الضاني مفيدة جدا لأنها بتحتوي بوفرة على مادة اسمها الكولاجين، ودي مهمة جدا علشان تحافظ على ليونة الجلد وسلامة الأظافر والشعر. لكن لازم نأكد أن الإسراف في تناول اللحم الضاني بكميات كبيرة ممكن يتسبب في زيادة بعض الأملاح في الجسم زي اليوريك أسيد والصوديوم، وده ممكن يضر مرضى الكلى والقلب. لكن الأكل من اللحم الضاني باعتدال بالتأكيد لا يوجد منه ضرر. تذكر النصيحة القرآنية اللي بيتقال عنها إنها جمعت الطب كله في نص آية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.